هذا يقول في أثناء الصلاة إن ننظر إلى الكعبة أو ننظر إلى موضع السجود. لا، الكعبة لا تنظر إليها، انظر إلى موضع سجودك، إلى موضع سجودك، لأن هذا أدعى للخشوع وعدم تشتت الفكر. نعم. ولا أمرنا أننا ننظر إلى الكعبة، ما أمرنا بهذا، ننظر إليها في الصلاة، ما أمرنا بهذا. نعم. أمرنا باستقبالها فقط.